كابتن هاني الف مبروك. مبروك مبروك ألف طبعا لجماهير النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. يعني واحنا بنتفرج على اخر المباراه كده وكان المباراه مباراه القمه ومباراه القرن زي ما بيقولوا امام نادي الزمالك، والفوز افتكرناه على طول مزبوط. ما كانتش من وقت طويل. صحيح. فانجاز يحسب طبعا لمجلس الاداره، للعيبه، كمان للجماهير. اللي نفتكر الجماهير يمكن بعد على طول فوزنا بالتسعه كان طبعا كل الجماهير بتقول العشرة. واحنا الحمد لله لغايه دلوقتي مبسوطين وفرحانين طبعا بالوصول للمباراه النهائيه، ولكن يبقى التتويج. صحيح. يعني هو ده النادي الاهلي، فرحانين طبعا. فريق الترجي فريق كبير. صحيح. النهارده يمكن المباراه يعني كان فيها بعض المتغيرات مزبوط. واكيد كان هدف من ضربه الجزاء وطرد لاعب من الترجي اعتقد نقطه التحول كان. صحيح. النادي الاهلي محتاجها جدا جدا قبل نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني سيطره كامله طبعا فريق الترجي، وزي ما يقول كابتن علاء قدام النادي الاهلي بتلعب ناقص في قبل نهائي البطوله الافريقيه، صعب جدا مزبوط. ترجع للمباراه. احرزنا هدف الثاني والثالث، ونفسي بقى كمان كنا نحرز الرابع والخامس. نتمشي. يعني أي. يعني خلي بالك اخر 10 دقايق من المباراه الموضوع اتفتح تماما. صحيح. كان في فرص كتير جدا جدا بالجمله. كنت اتمنى يعني خلينا بقى طمعانين شويه. مظبوط. تكسب الترجي 3-0 ده شيء جميل جدا، لكن لما تكسب الترجي 4-5-6-0 اعتقد ده بتبقى فوز تاريخي. فبقول مبروك للنادي الاهلي. دلوقتي كلنا مبسوطين ومن حق اللعيبه تفرح والجهاز الفني، لكن طبعا التتويج باذن الله بالعشره هو ده الهدف للنادي الاهلي من بدايه البطوله. صحيح.